السلام عليكم خوتي اخواتي، مرحبا بكم، مرحبا بكم في قناة كيمو فلوج. مرحبا بكم جميعا، مرحبا بكم جميعا في كل مكان وكل مكان. مرحبا بكل متابعي قناة كيمو فلوج. اليوم غنديرو شي جولة، وتكون جولة متنوعة ان شاء الله. وراكم معنا راكم شوفين. كنديرو شي جولة خفيفة في شوارع مدينة رانس كما حكيتلكم عليها سابقا. مدينة رانس كتوجد في وكتقع في شمال جنوب، هكذا شمال شرقي لو نوغيست دو لا فرانس. لا سي شارك، فوالا الشمال الشرقي دا فرنسا. المنطقة هذه كما حكيت لكم عليها باردة في فصل الشتاء، عندنا بزاف ديال البرد، وحتى في الصيف كتجي سخانة شي يومين ثلاثة با بليس، وبعد يتغير الطقس دغيا. فوالا غنجول بقا معنا ما تنشوف فين. نوجه تحية خالصة لكل الأوفياء، ما تنساوناش خوتي بارطاجي وابوني، اللي مش ابوني معنا ابوني كنرجعو الأمانة بصدق إن شاء الله كما كتعرفونا. وديما الجديد وعلى حسب ما على حسب ما تقولون انتم في الكومنتار ولا في الاتصالات، كتحبوا جولات وكتحبوا خرجات، والكثير كيحب الطبيعه ذات الحال اللي كنقدمها. كنشكركم على التعليقات الزوينه اللي كتفرح، وخا ما يهدي شي جماعه وشي ناس الله اعلم كيشتركوا كيحرفوا الاشتراك ديالهم. وعلى كل حال ما حر ما حرين كما كنقولوا، ولكن كدير ليا شي اشتراك انا من النوع اللي كدير ليا ولو ان فلا ولا ان روز ولا ان كور ولا شي جيم تعليق، بطبيعة الحال كندخل عندك يعني فضلا، وكنظن كذلك فضلا وليس امرا. وكاين شي اخرين دغيا كتدخل عندو دغيا كيحيد الاشتراك، والله ما عرفت علاش، ما عرفتش. المهم خوت ماشي هذا الموضوع ديالنا، الموضوع ديالنا كنتساهاو نديرو شي جولة خفيفة كتكون متنوعة ان شاء الله. هذا الحي اللي انا فيه دابا حي زوين نظيف وكالم، اللي كتشوفو دابا انفاس ليغليز بازيليك ساغيمي. نرجع لكم شوية الصورة أكثر. بازيليك ساغيمي سيرا في الشوارع ديال راس، و مكان غادي فيزيتي غادي فيزيتيو معايا. سمحوا لي الفوطة العربية عندي شوية ثقيلة، أما الحمد لله ندير كل المجهودات ديالي باش نضوي بالعربية في الفيديوهات ديالي.
نجم ندير ليبيدي ديالي بالفرنسية، لكن لا، أنا نختار العربية حيث كنحب نتعلم العربية، وكما كتعرفوا العربية هي لغة القرآن. الفرنسية كل يمكن ندوي الفرنسية، دونك من الأحسن نتعلم اللغة ديالنا، واخا فيها شوية ميلونج كتلقوني نخلط الروينة، نخلط الجزائرية المغربية التونسية، معنا كما كتعرفوا تعلمت التونسية مع أخوتنا التوانسة، دونك التونسية ما عنديش فيها إشكال. كما تعرف اللي كبرت في فرنسا كتخالط، عندنا لي زامي، عندنا الأصحاب ديالنا من كل الجزائريين، خوتنا التوانسة، خوتنا ومغاربة ديالنا. بطبيعة الحال أنا كمغربي، ولادك هنا كنخلطو، كتاخد كلمة من هنا وكتاخد كلمة من هنا وكتاخد كلمة من هنا وكتولي الروينة وصافي. قبلوا عليا، هذا هو الكيمو ديالكم. بطبيعة الحال أنا ما عنديش، أنا نحب كل خوتي العرب أينما كانوا، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، كل مصر، العراق، سوريا. وبالمناسبة كنحيي أخي ماهر هو من سوريا الحبيبة. غنديرو شي جولة هكذا بالطوموبيل، وبعد كنتساراو شوية نبدلو باش يكون شوية فيديو متنوع إن شاء الله، وإن شاء الله تمتعو معنا. كاين فوالا جوستومون هذا في الفيديو، كاين شي خوت سولوني على الفوندونج، العلب اللي حطيت في الفيديو تاعو في الفيديو ديالو سابقا. كاين شي جماعات قالوا لي على الفوندونج، على العنب، قال لي كيفاش شرح لنا كيفاش العنب. العنب الخوت كيبدا في بداية سبتمبر، كاين اللي سولوني انا ما نخدمش في الفوندوج، قلت انا استاذ ديال الرياضه، دونك سي با مون دومين العنب، فهمتو. ولكن كاين شي خوت اللي عندهم اكسبيريونس في الفوندوج في العنب، تنجمو تعملو تخدمو العام كله، كما كتعرفو في الحر الخدمه ديالها العام كله، ولكن العنب فاش يكون وجد في سبتمبر، لا كولتيفاسيون تاعو في سبتمبر. اما اللي عنده خبره في العنب يجيب يخدم في لابريسوار، يجيب يخدم في لي كاف دو شامبان، ينجم يخدم في الباليساج، ينجم يخدم في باش يقطعوا الوراق ديال العنب وكل شيء، فهمتوا. دونك توت لاني خدمه فيه، ولكن تكون اكسبيريونس في هذاك الدومين، سوف في المومون دو لا كولتيفاسيون تحتاج شي اكسبيريونس. ان شاء الله نكون وصلت لكم بالصوره، نكون شرحت لكم مزيان ان شاء الله. اللي ما فهمش شي حاجه كيخلي لي شي تعليق، انا كنجاوب خوتنا ما عنديش اشكال، تعرفوني بكل شفافيه، ما عنديش علاش ندخل ونخرج.
الكلام كيفاش عندك؟ فوالا خوتي خوتي ديالي، لحقنا قدام هذا المونيمون اللي كتشوفو امامي، هو الكاتدرال دو غانس. مونيمون كبير يبلغ من العمر منذ تأسيسه يعني اكثر من 800 سنة، وعنده اثر كبير. وحكيت لكم عليه في الفيديو سابقا بانه في لا دوزيام غير مونديال كانت تحرقت هذه البلاصة، وبعد عاودوا الخدمة ديالها. هذه الجهة الخلفية اللي كما كتشوفوا دابا هما حاليا اون ترافو، حاليا كيسيو العمل ديالهم. البانو لانسوندي اللي دويت لكم عليها، انسوندي لو 19 سبتمبر 1914، تحرق لو 19 سبتمبر 1914. غانس مدينة نظيفة بزاف كما كتشوفو، كتشوفو الوصول. غانس معروفة مدينة نظيفة فيها الكلام الحمد لله. هذا الحافلة اللي كتشوفوا دابا هذا مختص باللي توريست كيديهم كيتجولوا في المدينة كما كتشوفوا الكاتدرال مرسومة على الحافلة. البوس المينيبوس غان سيتي تور فوالا، كياخذهم دوبو الكاتدرال امام الكاتدرال، كيديروا شي جولة في رانس وكيمشيو لكاب. هنا كيتواجد بزاف ديال لي توريست من كل ناحية كما دويت لكم قبل، من ألمانيا، من انجلترا، من إيطاليا. هذا المكان هذه لابوتيك اللي كتشوفو دابا كيبيعو فيها الحوايج ديال لي توريست بطبيعة الحال، لي كارت بوستال اكسيتيرا. كما دوينا اليوم الفيديو ان شاء الله يكون متنوع، جولة بالطوموبيل وجولة مشي. شوف الجهة الخلفية ديال الكاتدرال، شوف سابقا في زمان ما كانش عندهم الإمكانيات، لكن كانوا كيأسوا بنيان يعني سوليد كما كتشوفوا. سبحان الله،
انا كنصور هذا يعني مناطق اثريه من اجل الخدمه اللي كانوا كيخدموا في هذاك الوقت، وليس من اجل الامن بال هذه الاشياء. هذه الاشياء كتعرفوا دي كاتدرال مختصه بالكريتيان والمسيح، هذه فين كيعبدوا المسيح وكل شيء. فهمتوني، انا كنصور على لابوتي فقط ديال البنيان اللي كانوا كيتاسس في تلك الوقت وتلك الزمان. ولهذا كما كتشوفوا العلو ديالها كيبلغ كما كتسمعوا كيدو بالانجليزيه سي دي زونغلي. يجوا من كل مكان لزيارة هذا المكان كاتدرال، اللي هي كاتدرال دو رانس. وبطبيعة الحال كما كتعرفوا رانس فيل توريستيك، كيجوا ليها من كل مكان، ليس من أجل الكاتدرال فقط، ولكن رانس معروفة هو البرومي بي الله أعلم مونديالمون عالميا اللي كي يصدر الشامبان، برومي بي مونديالمون جو كوا كي برودوي لو شامبان. ولهذا كما كتعرفوا كيجيو من كل مكان من أجل هذه الكاتدرال ومن أجل الشامبان كذلك. Il visite les caves de champagne, il visite la ville, il visite la cathédrale. Allez, allez, il est passé. شوف كيفاش يحتفظوا بليمونيمون قدام. هذا البناء اللي كتشوفوا امامي قديم قديم بزاف، ولكن كيحتفظوا به. كما كتشوفوا كان لي تريزور ديال هذه المدينه اللي هي مدينه رانس، ولكن كتشوفوا احتفظوا بهذا البنيان كما كتشوفوا، خلوه آثار. شوف الجهة الأمامية كيفاش عملوا لها وكيف استعملوها بطبيعة الحال. شوفوا الأجنب كيفاش الجهة اللي كنا عليها دابا كيفاش، ومن بعد كيفاش خدمو فيها لي بيغو في الانتيريور. لو بوان انفو كولتور دو لا فيل دو رانس. ندخلوا واحد الجريدة صغيرة دايرين أمام الكاتدرال. فوالا
هكذا لي توريست يجو فاتيجي كلشي من السفر، ياخدو راحة، ياخدو لي ساندويتش، وبعد كي كما كتعرفو لي توريست كيجيو من أجل يفيزيتيو سي با بور دورميغ، باش ينسو. هنا إن شاء الله لحقنا أمام الجهة الأمامية ديال الكاتدرال، اللي كيما كتشوفو دابا بزاف ديال الناس اللي كيشوفو كياخدو الصور كيما كتشوفو، هادو كلهم دي توريست، دي زالمون، دي زونجلي. تقريبا ان شاء الله وهذه اللي كتشوفوا دابا ميدياتيك جون فرالا. جون فرالا هذا كان المير لو مير ديال هاد لا فيل، كي مات كيف توفى سموا عليه هاد لا كاتيدرال ميدياتيك جون فرالا. جون فرالا هو كان المير ديال غانس سابقا. أخوتي خواتاتي، إن شاء الله تكونوا تمتعتوا معانا. ممكن الفيديو يكون يهتز شوية حتى انا كنمشي. كما قلت لكم الجولة كتكون شوية متنوعة، شوية مش وشوية في الطنوبيل. وهي
هادو لي بوتيك اللي كيما كتشوفو، دويت لكم سابقا، شامبان سوفونيغ. لي توريست كيجيو كيدخلو لا بوتيك هادي كياخدو لي سوفونيغ شامبان ولا دي كارت بوستال تاع المدينة ولا أي قصة كتخص هذه المدينة. كما كتشوفوا نظافة تبارك الله. كما كتشوفوا أديكم أكثر إلى الصورة. محطة الكيران ديال لي توريست اللي كيجيو من بعيد. كما كتشوفو كار بلج بلجيك. ومكان هذا اللي كتشوفو لو كرون غاس، لو كرون غاس وين كتخلص تخلص لي فاكتور ديال لو ولا كون شي صلاحات ولا كما كتشوفو بطبيعة الحال. وهذه لا كاتدرال من الجهة الخلفية. خذينا على الجهة اليمنى ديال الجناب، خذينا الجهة الخلفية وخذينا الجهة الأمامية. الآن ننتقل إلى مكان آخر إن شاء الله. هلا نحن الآن في قلب مدينة تيرانس، وكنختار من لا سيبكولتور اللي هي كيكون فيها الوالي هكذا لا سيبكولتور ديال غانس اللي هي كتوجد أمامنا دابا. سي لا سيبريتور دو رانس، هنا فين كتخدم لي بيرمي دو كوندوير، فين كتخدم لي كارت غريس بو لي فواتور، فين دير شي رونديفو مع لو سوبريفي، فين كيعطوك لا ناسيون تي فرونسيز، فين كيعطوك لا كارت سيجور، وبزاف ديال الحاجات اللي كتخدمو في هذا المكان اللي هو لا سيبريتور دو رانس. كما كتشوفو مكتوبة اوتيل دو لا سي بريفكتور، الفوق كما كتشوفو ار اف ريبوبليك فرونسيز. هنا تشوفو هذا المونيمون مزيان، زوين زوين تبارك الله، خدموه لي سكولتور يعطيك الصحة. هذه بلاصة حقيقة زوينة بزاف كما كتشوفو، بلاصة زوينة صراحة.
هاد لا ستركتور اللي كيديروا لي دوموند دو كارت سيجور ولا لي دوموند دي ريسيبيسي ولا لي ريفوجي ولا ميم لا ناسيونتي فرونسيز بروميير دوموند كديرها في لا ستركتور ومن بعد تاخذ شويه ديال الوقت. واللي حاب يبدل شي بيرمي دو كوندوير اللي حاب يخرج له كارت غريز فيكو كل شيء كيتصاوب في هاد البلاصه اللي هي لا سيكريتور دو رانس. ان شاء الله نكون قربت لكم اكثر فاكثر من هذه المدينه وكتعرفوا عليها اكثر فاكثر ان شاء الله. وزيد من الديكور كما تطلبوا شنو نديرو لهاد ان شاء الله. والاخوت نكملوا الجولة ديالنا. دابا نحنو في الطوموبيل كيقولوا لا عندنا في الجهة الشرقية المغرب كيقولوا لوطو بطبيعة الحال من الجهة الشرقية. شوارع مدينة رانس ولا اخوتي اخواتي ما زلنا معكم. مرحبا بكم اخ مرحبا نورتونا. ولا نحن الآن في قلب مدينة رانس، المكان اللي كان أكثر منه دابا 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 ورا، هذا المكان كيسموه لا بلاس دوي ديغلون رانس، المكان هو قلب مدينة رانس كيسموه بلاس دوي ديغلون.
السيارة. Merci. ولا خوتي تخواتاتي خوتي خواتاتي نمشي ونتساراو شوية في قلب مدينة ترانس. كان هديكم هذه الزهور والورود، خذوا الورود كل متابعين قناة كيمو فلوك، هديكم الزهور كما كتشوفوا دابا. ميرسي. هذا الهوتيل اللي كتشوفوا دابا يعتبر من لي زوتيل دو لوكس، اوتيل دو لوكس هنا في مدينة ترانس اللي كتشوفوا دابا، بيست واسترن اوتيل دو لابي. اختربوا فوالا، هذا سان اوتيل دو لوكس كما كتشوفوا. Que jouaient les joueurs. Le jour de match, qui compte match Stade de Reims Matalan contre le Paris Saint-Germain. Les joueurs de Paris Saint-Germain, qui ont joué à l'hôtel, qui jouent la veille. Toute l'équipe de France va jouer ici à Madin Terrence, qui joue là de Macan, qui ont joué à l'hôtel. Sephora. Ah,
ما زلنا خوتي خواتاتي في لا بلاص ديرلون كبيرة بطبيعة الحال كما كتشوفو مضافة نضيف الصول نستعمل إلى آخر الماء كما كتشوفوا روعة داروا هادو لي باغيار دو سيكوريتي كما كتشوفوا حماية مع لي فيروس كلشي كاين شي ولاد صغار كتكوش فيها سخانة كتكوش ميسا كيدخلو ودو لا خاف تاع ليهم لي فيروس داروا هادو لي باريير لي باريير هادو اللي كتشوفو دابا ما كانوش كاينين بطبيعة الحال عملتهم لا في دو غانس كما كتشوفو لا في دو غانس عملتهم على جال باش يحميو هذا المكان كابري كرابري كراب كرام كرابري بطبيعة الحال كما كتشوفو بولفار نضيف تبارك الله نضيف كما كتشوفو هادي هي نضيفة العاب مناش ديال لي زونفون كتعجبني هذه لافيني كتشوفو سيما زوينة تاهي عدنا الى الطوموبيل ديالنا كنكملوا الجوله ديالنا بالطوموبيل دابا كما وعدنا في الاول الفيديو كيكون متنوع ان شاء الله مره مش مره الطوموبيل مره لافيل مره الشوارع وراكم معنا راكم شوفين قلت اخواتي خوتي خواتاتي في هذا العالم كيخص شويه ديال الصدق بدون صدق مع الذوق ديال يوتيوب كيسمات هكذا لازم الصدق خوتي خواتاتي وكتعرفوا هذا الميدان احسن مني بطبيعة الحال انا كمبتدئ فقط كتعرفوا القناة ديالي كانت غا حساب في 2016 كان غا حساب وجاو ليا بعض الخوت وخواتات قالوا ليا علاش ما ديرهاش قناة انا كنت كنساعد فيها كنساعد بها كحساب وبطبيعة الحال غيرتها الى قناة بعد ما قالوا لي الخوت قربها قناة وانا نعرف
عليا خوتي خواتاتي، كما كتعرفوا انا العربيه عندي الحمد لله كنتعلم، ولكن شاد في العربيه ديالي ان شاء الله كنتعلم مزيان 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 مزيان. كنبقى ندير الفيديو ديالي بالعربيه، كنت بديتهم بالفرنسية او ديبار، مي جي باسي تو لي فيديو انه كان احسن من اللغه ديالنا اللي هي اللغه العربيه، لغه القران ولغه ديال الاجداد ديالنا. هاكا خوت ولا خوتي خواتاتي، كنتجول دابا كنتسارى مش ابي على رجلين. اللي كتشوفو امامي سيدي توريست، الو بونجور، كما قلت لكم خوتي خواتاتي، لوكسمبورغ كما كتشوفوا في الطابلو مش بعيد على غانس، ولا خوتي خواتاتي دابا غنطلعو هادو لي مارش، هادو لي زيسكالي غنطلعو، هاك دابا تشوفو فوق فين كيمشي كيدوز طرامي فوق لو بون، فوق الجنطرة هادي عجوزة تا هي كتمشي في الدروج. Voilà. كاين لاسانسور اللي كيحب يجيب لاسانسور كياخد لاسانسور عادي. انا دابا فوق لو بون فوق لو كاترا، وهنا كما كتشوفو لوتوغوت، دابا غنمشي نهبط دوطخ ليزيسكالي باش نمشي على الجهة المقابل. فوالا بقاو معايا لي سبورتيف، غنهبطو هاد الدروج. نورمالمون كاين لاسونسور، مي انا كنحب نمشي كما كتشوفو موجود لاسونسور، كما كتشوفو دابا لاسونسور كتفتح، اما انا نحب نمشي.
الاوتوروت كما كتشوفوا. دابا نديكم تشوفوا لو بالي دي كونغري. يلا معايا. هذا اللي كتشوفوا الخوت، هذا ديال اللي كيديروا لو سبور افيك لي فيلو. لي فيلو شوف حاطين لهم كلشي، لي زوتي، لي زوتي كما كتشوفوا لي زوتي، وحاطين لهم حتى باش يديروا لا بريسيون كما كتشوفوا. دابا نوريكم هذا ديال باش يديروا لا بريسيون ديال لي بنو ديال لي فيلو. حاطين لهم تورنفيس تا هو، شوف اتاشي. هذه حتى هي كلشي موجود. خود حط البشكليطه ديالو و كيدير لا بريسيون. ما نعرفش كيفاش تقول لا بريسيون. نعم اللي كتشوفوا امامي سي لو بالي دي كونغري. لو بالي دي كونغري هو اللي كيجيو فيه الوزراء، كيجيو فيزيتو غانس ولا كتكون عندهم شي رينيون، كيجيو فيه لي ديبيتي، وكيجيو فيه بحال اللي كيديرو الندوة تاع ديال الانتخابات، كيجيو يديرو كيفاش الندوة الصحفية ديالهم في لي بالي دو كونغري اللي كتشوفو ديال دابا. لو بالي دو كونغري كيما كتشوفو الخوت، لي بيلي ديالو في الماء، دارو لهم اون فونداسيون داخل الماء الخوت كيما ديال باري بحال بحال. كيما كتعرفو مدينة غانس تعتبر من لي بوليو باريزيان، لأنها تبعد على باري بالتي جي في 45 دقيقة فقط. تاخذ التي جي في دو غانس ا باري 45 مينوت. اللي كتشوفو لو فوغ، معرفتش كيفاش تظهر لكم مزيان، هذيك ديال الناس اللي كتحب تشطح في الليل. زوين تبارك الله. دازت عندنا سي اسبوع سيمانه عندنا نو كل يوم، واليوم الحمد لله الطقس زوين. قلت علاش لا ندير معكم هذا الفيديو ونبارطاجي فيه. عدة مراحل فوالا، نقربكم اكثر فاكثر باش تشوفوا لا فونداسيون ديال لي بوطو فين داروهم الخوت. كما كتشوفوا لي بوطو الخوت في الماء، عملوا لهم جوست اون فونداسيون في الماء خارجين من الماء. سبحان الله كيحمل كل هذا لو بالي دو كونغري. لو بالي دو كونغري في التحت سوسول كاين باركينغ الخوت، كيما كتشوفو مكتوب بالزرق وكاين اون باريير اوتيغ ليميتي. ولا خوتي خواتاتي، في الباتيمون اللي كتشوفو لا فاصاد ديالها بالزاج، هي جديدة مازال كيخدمو فيها كيما كتشوفو، لي زوفري مازالو كيخدمو، مازالها جديدة.
قلت لك الوقود كما كتشوفوا بروكسل مش بعيدة على رانس، كما كتشوفوا البانو بلو الأزرق فوق بروكسل، ومن بعد كالي، كالي ليل، باري لون، والبانو اللي بعدها الأخضر كما كتشوفوا لا سورتي رانس سونتر. كما كتشوفوا خوتي خواتاتي انتقلنا الى مكان اخر، الان نقترب الى ميناء غانس. ميناء غانس اللي يتواجد فيه الباخرات بكتباتو، والمياه كما كتشوفوا هذه لا بيست اللي كتشوفوا دابا، سي بيست اللي كيتساراو كيديروا سبور كيجريو لي فيلو تروتينات. لا بيست هذه عامله على جهه pour les joggeuses du Kenjri. Voilà. Ma cachette de d'abord, que le Kenjri. Voilà. الضجيج اللي كتسمعو خوت ديال لوتوغوت كما كتشوفو، هذا ميناء غانس الخوت اللي كما كتشوفوا خوتي خواتاتي كاين اللي كيصطاد الحوت، اللي كما كتشوفوا كاين لا بورت بلو وفيها لي تري روج الداخله ديال لي باطو. نسول الراجل Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, c'est bon. Là. Ouais. Alors, à 10 minutes près, là, je vais te faire un brochet. C'est vrai. Ouais. Un brochet carrément. Oui, puis j'ai pas la taille, j'ai 40, 45. Pas ouais. Mal déjà. J'ai relâché. Aïe, aïe. Par contre, j'ai plus de cerche. C'est l'hameçon qui a cassé? Non, non, j'ai relâché. J'ai plus de cerche. Ah, je peux la. Oui, oui, bien sûr. Oh, elle est jolie. Oui. Jolie, jolie. Oh, elle bouge encore. Oui, elle est vivante, oui. Ah ouais, ouais. C'est mangeable ça, ouais. Oui, oui, oui. Elle est belle, elle est belle. 100%, oui. Ah ouais. Ouais, j'ai pas beaucoup broché, elle est juste là au bord. Vous l'avez vu là? Là, au bord, là. Ah, bien. Pas bon, quoi. C'est juste la taille. Donc, il n'y a rien à manger dessus. Donc, ah, d'accord. Ah ouais, ouais, ouais. Celui-là, il est beau, celui-là. Celui-là, il est beau. Ah. À mon avis, il y en a plein là-dessous. Ah, des petits, ouais. C'est des algues, ça. Ouais. Ils se cachent là-dedans, les petits. Bien. Ah, ils se cachent là-dedans, ouais. Je crois qu'ils brûlent les bouches. Ça veut dire qu'il y a des gros pas loin, hein, tu vois. Hein. Ouais. C'est très bien qu'ils sont là, les petits. C'est ça, c'est ça. Ça plein, ils se cachent. Ouais. Bah, comment dire, le gros, il mangera le petit. Hein. Ah, là, c'est comme ça. Même chez les poissons. Ouais. Ouais. Ben, bon courage, bonne continuation. En tout cas, il est beau de poisson là. Il va passer à la casserole là.
كما كتشوفوا بزاف ديال الحوت الصغير كما كتشوفوا بزاف. كيتخبوا مع هادو لي زالك، هادو الاعشاب كيتخبى تحتهم البواسون صغير، كيخافوا ما ياكل من الحوت الكبير. ولا اخوتي اخواتي البالو اللي بنيتكم عليه اول قريب من بعد قرن الصورة كما تشوفوا الهوكسال طالي دين كما تشوفوا اخوتي اخواتاتي كما قلت لكم في الفيديوهات السابقة غانس لا تبعد عن بلجيكا كثير كما كتشوفوا في البانو بلو ديال لوتوغوت بروكسل هي العاصمة ديال بلجيكا و البانو فيغ غانس سونتر. الفيديو ديالنا غزال بحالكم ان شاء الله تقبلوا علينا وتقبلوا على ديال العربيه ديال الكيبو وكم كيتعلم وكنتقاتل. انا من نوع ما نسيبش حتى نتعلم. هذا الميناء ديال غانس خوتي خواتاتي، كاين لي باطو لي تاع لي ديال 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 لي توريست، كاين لي بالو لي باطو ديال لي كيكريهم بحال شي اوتيل، كاين لي باطو لي كيسكن فيهم الانسان كل العام، كاين لي باطو ديال لي كيجيبو لا مارشانديز. هذا الميناء اللي كتشوفو مكتوب بيب البانو اللي كتشوفوه بالاصفر هذاك كيتعلموا فيه كومون كيفاش نقولها بالعربيه باتو ايكول اللي كيتعلموا فيه لو بيرمي كوندوير ديال الباتو سياقه ديال الباخره. نعم هنا كيتعلموا هذا ليكول ديال تعليم السياقه باتو ايكول اللي كتشوفوا امامه هذاك الباطو كيتعلموا فيه بحال كتعلم برمي ديال السياره ديال الطوموبيل كتعلم برمي ديال الباطو ديال الباخره. اللي كتشوفوا داريير اوتيل ماركيور حتى هو ماركيور كيجو فيه لي جوار تجي فيه الاولمبيك دو مارسي تجي فيه لي كلوب ليون تجي فيه بغاست تجي فيه معرفتش بوردو لي كلوب دو بروميير ديفيزيون كما كتعرفوا ستاد دو غانس يلعب في القسم الوطني الاول بروميير ديفيزيون دونك يلعب كونتر باري سان جيرمان كونتر الاولمبيك دو مارسي كونتر ليون. بطبيعة الحال كي كيجو لي جوار يجو على فاي باش يكونو لوندوما بريباري ويكونو في بون كونديسيون فيزيك باش كيلعبو الماتش ديالو مزيان. بطبيعة الحال كيجو على فاي كيجو قبل نهار قبل الماتش بنهار كينعسو وبعد كيديرو شويه ديال لونطريمون في الليل كيلعبو الماتش ديالهم وياك. وغانس كذلك كي تخرج دير الماتش
contre Paris Saint-Germain ou là, contre Marseille, c'est ici. Le... Paris, c'est pas loin. Et on fait la journée. Il y a une heure et quart, une heure vingt. Ou le TGV, il y a 45 minutes. Donc, je suis à Paris. Et je suis à Paris tranquille. Voilà que Marseille, c'est loin. Il y a pratiquement 1000 km de Reims à Marseille. De centre Reims à centre Marseille, on a dit le compteur, j'avais 865 km du vieux port de Marseille, mais le vieux port de Marseille, jusqu'à Medina Reims, le centre, il y a 865 km. Comme vous pouvez voir le bakhir à Mamie, يسكن هكا يغيروا المكان كما كتشوفوا. غامني مو مغوك مدوني المغرب ها انا اخوتي هذا الميناء ديال بارك الله. كنشكركم كنموت عليكم كنتمنى عليكم كنقول لكم عليكم حتى الصباح وكنشوف خوتي وخواتات كيعاونوني بزاف. كنشكرهم بدون ذكر الاسماء ديالهم كيعرفوا ريسون شكون هما. كنشكرهم بزاف بزاف بزاف. وانا حقيقة ما عندي عداوة حتى مع شي انسان، ما عنديش علاش ندير عداوة، حيت انا يوتيوب دايرو سيتان بليزير، فوالا مش كان ارجون ولا كان اي مسألة ولا كيما تقولو معرفتش، دونك فوالا انا كلكم خوتي كلكم خواتاتي. كلكم على الراس والعين ولا اخوكم كيمو كما كتعرفوا من يد الله كلشي ديال الله.
كما كتشوفوا خوتي خواتاتي، هادو لي زالغ كيتخبى تحتهم لو بواسون صغير. كما كتشوفوا البواسون، ما عرفتش كتشوفوا مزيان ولا لا، البواسون كيتخبى حيت بعيد كيتواجد الحوت الكبير وكياكلو. على حساب ما قال ليا الشاسيور، لا البيشير باردون، لي كيصطاد الحوت البيشير. هادوم لي فلاش لي كتشوفو الخوت ديال ستاد دو غانس، لي كتشوفو ديغيغ لوتوغوت سي ستاد دو غانس. هنا فين كيلعبو لي بروفيسيونيل، كتجي تلعب في هاد ستاد باريس سان جيرمان، مارسي، ليون، كل لي كلوب لي يلعبو في لا بوميييغ ديفيزيون. فوالا حتى ليكيب دو فرونس لعبت هنا، انا تفرجت ليهم، كانت عندي انفيتاسيون باغ لي كان لاجوان تاع ايمي جاكي وقت فرنسا لعبت ربحت لا كوب دي موند 98. هو كي جاو يلعبوا مع لوغون بلون كان لونترينور، هداو ليا ان بي، حيت عندي شويه معرفه مع لي جوار، عارفين الخدمه ديالي انا الميدان ديال السبور، دونك عندي معرفة الحمد لله في ميدان الرياضة. ولا خوتي خواتاتي، من هنا كتشوفو مزيان ستاد دو غانس، كتشوفو الفلاش، الفلاش هاذوما موجودين جوج في أوروبا، هادو ديال ستاد دو غانس حيث الستاد الجديد، وكاين في البارسا، كتشوفو داغيغ أون روج كاين لي تخيبون، وكاين لي فلاش بطبيعة الحال، دونك شاك فوا في كل أونجل. كاين ان بوطو كيما كتشوفو، كاين بوطو لا كتشوفو مزيان، سيدي فلاش. هنا خوتي خواتاتي التحقنا الى نهايه الفيديو ان شاء الله. ما تنساوناش خوتي خواتاتي من البارطاج، ما تنساوناش اللي مش ابوني معنا يتابونا كرجل امنا بالصدق، وديروا لنا شي جامات وشي جام وشي قليبات شي قلوب، كنفرحوا كما كنتم تفرحوا حتى حنا كنفرحوا باش الشيء اللي فرحنا. وهذه هي الخوت، تساعدوا بيناتنا و دابا نطلعوا هاد لي زيسكالي كيما هبطناهم، بغا نطلعوهم ان شاء الله. هيا معنا، يلا بسم الله، شويه ديال الكوراج كنطلعو. طالعين طالعين حبه حبه كيما كيما كيقولوا خوتنا الجزائر. تحياتي اليوم من هذا المكان، الف تحيه اليوم كنوجه لهم التحيه الحاره. كما كتشوفوا الترامواي، و
ولا اخوتي واخواتاتي من هذا المكان نقول لكم تحياتي لكم، كنحبكم كنموت عليكم كنحماق عليكم. وما تنسوناش اخوتي واخواتاتي بالبارطاج كما انا ما ننساكمش، ما تنسونيش انا معكم وانتم معنا يد بيد ونتعلم ان شاء الله. هكا اخوتي واخواتاتي هذا المنظر اللي كتشوفوه، استاد غاس وتوت الماء والطريق ان شاء الله كلشي مزيان، كلشي زين، كلشي هو هذاك. ولا اخوتي اخواتاتي محاليكم كنحبكم كنموت عليكم كنحماق عليكم، وكلشي ديال الله كما خلى لنا الفنان ديالنا عادل ميلودي، كنوجه له التحيه من هذا المكان. وكنقول له عادل خويا مرحبا وسهلا بك، مرحبا ألف مرحبا في أي وقت جيتي لغانس، مرحبا وسهلا بك، مرحبا ألف مرحبا، تحياتي لكم، نخليكم ونقول لكم باي باي إلى فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم.